وسطني مرضتني هولتني هلتني جيب الراقي مقدر يقدر عليك هالجني راه قبضت الغمة حاولوا إذا ما بغاشي غير جيبوا له كاس ما وهذه كاميرا كاشي وسوستني مرضتني هولتني هلتني جيب الراقي مقدر يقدر عليك هالجن وانت ما لقيت وين تسكن هالجن. ضيفة حلقة اليوم مختصة في الأغنية الصيفية، إنها الفنانة باريزة الصيفية. وفي هذا العدد ضيفتنا هي محبوبة الجماهير باريزة، حاضرة معنا في هذا العدد من فن ومجتمع. مساء الخير مريم، ونشكرك على الاستضافة الطيبة، ونرحب بالشيخ والأخت الكريمة، ونقول لك رانا مسرورين رانا فرحانين رانا قاعدة شابة إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله جوز سبعة إن شاء الله بإذن الله. يعطيك الصحة باريزة اللي جيتينا. باريزة، عدد هذا اليوم هو الولية الصالحين، كما نقولوا احنا كي اي والي يعني في اي ولاية وين ندخل هذيك الولاية غير ندخل كما نقول لك البوابة تاعها نقولوا شيء له الوالي الصالح اللي في هذيك الولاية، وانا مسلمين وكتفين. وباريزة من مدينة الصطيف، لكن شايلة سيد الخير. سيد الخير سيد الخير، وكذلك هي تربات في العاصمة في حي شعبي نقولوا شايلة سيدي عبد الرحمن وسيدي هلال تانيك. هكذا باريزة باش نبداو هذا اللقاء، تعطينا مقطع اكابيلا غنية عن ولي صالح، بانه عنوان البرنامج هو الولية الصالحين. شوفي اختي مريم، مادام حنايا رانا خلاص راه داك الشيء وقتي اللي ديتيني الجلفة كيما نقولوا حنا حبابنا وغاشينا على سيدي زين وشي الله. وكي جاتني إذ الخولية كي جاتني للديوان اسمها عايشة البحرية لأولاد سيدي زينة شيلة سيدي زيان. يعطيك الصحة باريزة. يعيشك. أنت تكلمت عن السحر، أنا حابة نعرف شنو هو السحر، حنا نسمعوا بزاف على هذا الموضوع، ما هو السحر؟ السحر هو علم نزل من السماوات، أو الإنسان يعني هو أصل السحر من يجي؟ يجي من إنسان حتى كفار عند لك السحر، أوله أصله يعني هو الحسد، إنسان كيحسد واحد. أنت هذا عندك كما نقولوا حنا عندك حنا نسموه العين التابعة. تعطي بارك الله فيك تعودي انت عندك العين تابعة بارك الله فيك انت راكي صح راكي تخدمي خدمه واش مره تكرهي كاع حوايج هذيك بارك الله فيك وكاع نحبس من نفس الشيء صح ايه. صح شكون تكرهي روحك قال لك كيفاش نخدم هذه الخدمه صاي صاي باش مرات ديري عفسهم ما لاباش بها بارك الله فيك شيخ مرات تقول لي علاه انا باش وانت من النوع اللي حاسس روحه بزاف في الليل شكون تقول لي بحالك درت هكذا بتحبك درت مليحه بارك الله فيك انسان تسمح للناس وشكون اللي يجرحك بزاف ديسيها في قلبك تخليها تقول معليش طلع على قلبي استاذ الشيخ والله نفس الشيء ويعني ما ندير حتى حاجه يعني تغضب ربي سبحانه الحمد لله وجزاه الحمد بصح كي تلحق وقت العمل والشيخ يعني ماشي نزوخ بروحي ولا انا مطلوبه بكثره يعني في الشتاء في الخريف يعني ربي سبحانه ان شاء الله يا رب العالمين شيخ انا كنت تعبانه كي شفتك انا ارتحت الحمد لله بارك الله فيك رأيك. بارك الله فيك واش نقدروا احنا نديروا الكهينه عليها بالمعالجة وش هي عالجت هي شافت عدد كبير من الرقاد شافت يعني أنا أمام, أمام الناس أمام الجميع أمام المشاهدين يعني بعد هذه الحصة نأخذ الرقم تاعها نروح معها منا نروح معها للبيت حتى عندي ارتباط بصح منا نروح معها للبيت نعالجها لا نستطيع أن نعالجك هنا برقية في استوديو برنامج الفن والمجتمع يعني الشرط الأول لازم تكون لابسة لباس مستور كامل إيه لا ما عندي مشكلة شيخ احمد سوداني ما بخلش علينا بالجلباب ويعطيك الصحة وراح نحاول علاج كهينة لا تخافي من الإنسانة قول شكون اللي كلفك بهذا السحر بدون ذكر الأسماء بدون ذكر الأسماء شيخ احمد سوداني عندنا روبورتاج شوفوا روبورتاج ونعاودوا نقول له رجال عقلها عندك دقيقة رجال عقل ما تقاطعينيش يا انيسة اخي مرة تقاطعيني في حوار معاك فين تقاطعيني انا ما علاش طلع انا بالكش سقسيني قول لي راح نقاطعك انا خفت مشاهدينا الكرام نتابع روبورتاج قام به زميلنا حكيم عن الاولياء الصالحين ونعود مباشرة بعد ذلك لمتابعة علاج كهينة بمشيئة الله تعالى هذه
هذه هي اللحظة اللي راني نستنى فيها باش باريزة الدور تشوف الروبورتاج ويجي جدو حسان في مكان كهينة ويرجع للباريزة جان. باريزة كنت أعطيني أكابيلا عبد القادر يا أبو علام عبليك عيانة من العراس ومن اللي تغني مع الشيخ تعرفي رانا روحنا اللي عطينا سيدي بو مدين. سيدي بو مدين جيتك زاير أتيني في المنام نبرا. أحضر وتكلم بسم الله. أحضر وتكلم بإذن الله. أنت مسلم ولا كافر؟ أنت مسلم ولا كافر؟ أنت مسلم ولا كافر؟ تكلم معايا. شوف شوف يدي. خفت نحرقك. خفت نحرقك. أقدر معايا. ليش درب السحر هذا؟ مأكول ولا مشروب؟ أقدر معاك. خليني نروح. خليك تروح. خليك تروح. خليني نروح. شرط تدي السحر تاعها وتروح. يقتلوني. ما يقتلوكش. الشهادة ادخل وادخل الإسلام. ما يقتلوكش. يحرقوني. ما يحرقوكش. لكم عالمكم ولنا عالمنا. بسم الله. حبيت شيخ من فضلك كملها. انا اقدر معايا ما تهضرش معايا. خرجوا هذه خلينا نخدموا قول هذه يعني حياة انسان قدامي. اسمح لي. هذه وش بها؟ دير الخير دير الخير دير الخير احكي لك ما عندها حاجة قولها له. هذه عندها تعطيلة. عندها تعطيلة هذه. شنو الشرط تاعك؟ يستروا واعطيهم. جيب لهم كاش ممار جيب لهم جيب لهم خمار. هذا سكر مش ينسى. عندها سكر مش ينسى. كيف عاد سكر؟ كيف عاد سكر؟ سبحان الله. كيف حالك؟ صلاح لي معها قالوا لي شخصيها شخصيها في عندك بكيت على انسان صح الشيخ صح الشيخ حبس حبس بسم الله شلون يعطيك هذا الحبس ما نقول كلش ما كانش يصور جماعه ما كانش يصور ما كانش كلها تخمينه قادر سيدي قادر سيدي قادر قادر قد في الدف انت يا اسمع قادر قد في الدف اسمع قادر اسمع قادر 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 يا قادر قادر يا قادر والشيخ عبد القادر والناس الحاضرة يا مريض ماني اني داويني نظرة ما جاش عبد القادر هيدي اللي دني ما جاش بودر بلا وعليه نغني ما جاش عبد القادر هاي ولي ولي ما جاش بودر بلا وعليه نغني انظر راح ابو يذر راح ابو يذر راح الصلاح اخرج من بلاط اخرج من بلاط اخرج بسم الله ديك همت ديال واش بلاط شربتوا الماء هذه شربوا الماء نوض روح نوض روح روح نوض نوض شرب الماء اطلقني مريم اطلقني يا روح اطلقني يا اطلقني اطلقني حتى حاجه مريم شي قلت لي روحي نوضي بسم الله ما تزيرش عليها ما تزيرش عليها ما تزيرش عليها مريم مريم اعتريش هاك هاك ما كنتش تصوروا فينا كانش ما كانش روحي لدارك كانش من البيت راه جزين كاينه صح مؤمن مؤمن صح اسمه كما الاسم اللي غنيتيه كا سبحان الله هو بالذات صح عبد القادر ولا قادر عبد القادر صح قادر ربي سبحانه 10 تاع 30 سنة الله صالح صالح حبيت نشوفها هذه خطرة في حياتي ونخرج حبيت تشوفها خطرة في حياتك تخرج بإذن الله بإذن الله نخرج بسم الله قولها تزغرت ونشوفها ونخرج نعرف شو عدف عدف دخلت عدف نخرج عدف نخرج عدف يحرقوني خاوتي الجن واحدة تزغرت ولا واحدة تزغرت لا يخرج نعرف شو انت مؤمنة
الله الله يا مولانا الله يا مولانا الله يا العالي ربي سيدي كون معانا. وليت ماشي سوداني وليت يماني. سبحان الله يعطيكم الصحة يا مريم، وخاصة سكان جلفة اللي نحييهم كثير كثير. شيخ لا غالب قال لك واش يدير، واش يدير الميت في تغساله. واللي داني في الخاطيه شيخ سوداني الشيخ يا شيخ قادر يا قادر. استنى تشوف، استنى تشوف اليوم ما تفرش. قول لهم صحة رمضانكم وصحة فطوركم وكل المشاهدين، وصدقيني والله العظيم يعني هات قلبي يرتاح للشيخ وعلمه لنا ربي ربي سبحانه. لا لا انا يعرفني انا ممثل وصح ويعرف مسرحي. صح صح احنا عائله. انا صح يا شيخ سوداني نحي نحي الحياه ديك نحي 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 ربي ولا الناس عب جلفه يقطعوك نحي. مولك حاجه مولك حاجه، انا صح في ذوك الناس. انا صح صح مين كنت فين؟ والله غير صح فيا ومن جلفه ونسكن في حسي بحذا عين وسير ربي ربي عشان اليوم يقطعوك. وكم جماعه ما تخلطوش في الجنون، الفو با خش في اي لحظه قادر يخرج لك الجان. واش نقول؟ واش نقول لكم؟ يا خالي ندير متى؟ أعطيك الصحة صغيرة. أروح أروح لها ونروح. والله غير صدقني غير عسيت روحي هذا العام، عسيت روحي. ولكن كي تجي لقيت العام الغربة المجتمع الزواج الفن المجتمع زدت لهيها زاد هذا غيبها لي. وانت يا البلوندة من بعد نهضروا تحتي تغاشيتي. وانا أعطيكم الصحة، صحة رمضانكم وصحة فطوركم، ونقول لهم إن شاء الله كل عام مشروق متألقة. ومريم اللي كانت صديقتي وحبيبتي طايحتني في الفخ بارك الله فيكم. جدو حسن تاخويا الكبير اللي حاضرنا على الجنود خافا ولا غير كاميرا يعني كانت في مستوى. وان شاء الله رمضان كريم ويا ربي يعيدوا على الشعب الجزائري بالصحه وهنا ان شاء الله. وتحيه لالجيري وروحوا روحوا نوليو الجزائر مهما كاميرا ولا ماشي كاميرا. تحيه لالجيري. لبستي الخمار يا بارزه لبستي، والخمار اللي لبستيه اخضر تاع الصلاح معليش. اما انتم مشاهدين الافاضل لكم موعدا غدا مع سليم الشاوي على قناتكم المفضله الشروق تي في وفي نفس التوقيت. Yeah.